ولا زلنا معكم مشاهدينا الكرام، وهذه التغطية الحية طبعا من التلفزيون المصري. ومزيد من المتابعة ينضم إلينا من شرم الشيخ مجددا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. كريم، أهلا بك مجددا، وماذا عن الجديد لديك في شرم الشيخ؟ نعم، أهلا بك مرة أخرى وأهلا بجميع السادة المشاهدين. ما زلنا نتابع بالطبع هذا اليوم الأخير، هذا اليوم الفيصلي، هذا اليوم الذي من المفترض أن يتم يعني تتويج كل الجهود السابقة خلال الأيام خلال الأيام السابقة لتخرج بنتيجة للتطبيق الفعلي لكل التعهدات السابقة على أرض الواقع. تابعنا منذ قليل بالطبع مؤتمر السيد الوزير سامح شكري رئيس مؤتمر المناخ، والذي تحدث عن هذه المسودة التي اقترحها ليتم التوافق عليها بين جميع الأطراف. منذ ذلك الطرح منذ قليل تحركت بعض الأطراف وتحركت بعض مؤسسات المجتمع المدني وتحركت بعض المنظمات في اجتماعات خاصة ومغلقة لمناقشة هذه القرارات الأخيرة أو هذه التصريحات الأخيرة من أجل تحليلها للخروج أيضا بآراء ووجهات نظر مختلفة في محاولة للمساعدة للضغوط أو للضغط على يعني ربما الأطراف المشاركة أو صناع القرار للوصول بالفعل لقرارات من الممكن أن تنفذ على أرض الواقع. حتى الآن ربما الأمور يعني هادئة بشكل أو بآخر، معظم الاجتماعات لم تبدأ بعد، ولكن منها من بدأ وهو اجتماعات مغلقة. حتى الآن أطراف مختلفة من المفترض أن تشارك اليوم في هذه الاجتماعات، مجموعة العشرين المفترض أن تشارك اليوم بمبعوث خاص بها، G77 من المفترض أن تشارك اليوم أيضا في إحدى الجلسات، يعني العديد من المنظمات المدنية. هناك أيضا جلسة خاصة لمبعوث الوفد الألماني اليوم في نقاش خاص حول التحول الأخضر، خصوصا في ظل تأثر القارة الأوروبية بطبع التغيرات المناخية، وخصوصا في خضم الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل مباشر على يعني سلاسل إمداد الغاز الطبيعي أو الطاقة بشكل عام للقارة الأوروبية، وأن بعض الدول الأوروبية بالفعل بدأت بالعودة مرة أخرى لاستخدام المحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري أو الفحم، وهو ما يتناقض تماما مع فكرة الوصول للحلول. ولكن هذه هي الأزمات التي تطرق دائما، ومن الممكن أن تكون هذه هي السبب الرئيسي في أن تتعطل الحلول المتفق عليها أو التعهدات المتفق عليها. فيروس كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أثرت على الطاقة، تحول بعض البلاد الأوروبية للتعامل مرة أخرى بالوقود الأحفوري. ولكن أيضا هناك نقطة هامة من الوارد أن يتم مناقشتها اليوم، هذه نقطة أيضا فيصلية في حياة الدول النامية التي يعتمد إنتاجها أو الإنتاج القومي، الدخل القومي الخاص بها في الأساس على الوقود الأحفوري. هناك العديد من الدول التي تعتمد على البترول وعلى الفحم في حد ذاته كمصدر دخل لهذه البلاد، منها نيجيريا على سبيل المثال، بعض الدول الأفريقية 90% من الدخل القومي الإنتاج القومي الخاص بنيجيريا هو فقط من البترول. العديد من الدول تعمل على هذا الأساس، لذلك تأتي هذه النقطة والصراع الحقيقي في النقاشات بين الدول الصناعية والدول النامية أو الدول التي تعتمد في الأساس على الوقود الأحفوري حول آليات التمويل. الدول الصناعية يعني من وجهة نظرها أنها لن يعني تساعد في التعويض أو حتى في توفير التمويل اللازم للتعامل مع التغيرات المناخية إذا استمرت هذه الدول في استخدام الوقود الأحفوري. وفي نفس ذلك الوقت هذه الدول الأفريقية أو الدول المختلفة التي تعتمد على الوقود الأحفوري تقول أن هذا هو الدخل الوحيد أو الأكثر يعني أو الأهم بالنسبة لها. فهذا هو التناقض، كيف أن الدول من المفترض الصناعية أن تدعم الدول النامية بتمويل لدعم المشروعات الصديقة للبيئة، وعلى النقيض أيضا هذه الدول النامية التي مفترض أن تتسلم هذا الدعم يعتمد دخلها بالأساس على الوقود الأحفوري. وأيضا هناك نقطة أخرى هامة، هذه الدول الصناعية هي السبب الرئيسي في هذه الانبعاثات الكربونية، فكيف من الممكن أيضا أن تتعامل هذه الدول الصناعية بآليات جديدة للتخفيض وتقليل الانبعاثات الكربونية عن طريق تحويل استخداماتها للطاقة باستخدام الطاقة النظيفة. لذلك هو بالطبع يعني
يحتاج كما ذكرنا من قبل إلى تنازلات من جميع الأطراف. الدولة الصناعية هي المسبب الرئيسي، ولكن في محاولة للتعويض ما زالت هناك هذه العقبات التي جاري العمل عليها من جميع الجهات بشكل عام. هناك أيضا نقطة هامة، وهي فكرة التكيف والوصول للحلول بين كل هذه الدول، ليس فقط في التمويل ولكن أيضا في آليات التعامل الجديد مع الطاقة الجديدة في الهيدروجين الأخضر. الهيدروجين الأخضر يعتمد في الأساس على المياه، ولذلك هناك أيضا نقاش حول كيفية استخدام المياه أو الاستخدام العادل والآمن للمياه مع الحفاظ على الأمن المائي، خصوصا في ظل التغيرات المناخية. كيف من الممكن أن نضع هذه المعادلة، الاستخدام العادل للمياه في استخراج الطاقة الجديدة طاقة الهيدروجين، وفي نفس الوقت الاحتياج الأمثل أو الاحتياج الأهم للطاقة الهيدروجينية بديلا عن الوقود الأحفوري؟ هذا أيضا نقاش هام جدا ما زال متواجد مطروحا يعني بين الدول والمنظمات المختلفة. بشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من مدينة شرم الشيخ. شكرا جزيلا لك، سنتواصل معك في خلال هذه التغطية.